للمزيد من المتابعين انضم الينا عبر الهاتف الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الدوليه. استاذ جمال، في اي اطار تضع هذه التصريحات لوزير الخارجيه الامريكي باتهام الصين بانها قامت بحمله تضليل متعمده بشان فيروس كورونا؟ تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي للساده المشاهدين. اعتقد ان مسلسل المكايده السياسيه التي بداته الولايات المتحده الامريكيه منذ ظهور هذا الوباء الذي ظهر في الصين، وكانت تعتقد الولايات المتحده الامريكيه انها بمنأى عن هذا الخطر، وهي من بدأت في الحقيقه في توجيه الاتهامات الى الصين، ومن ثم وجدنا ايضا اتهامات من الصين للولايات المتحده الامريكيه وحرب كلاميه الحقيقه لا تسمن ولا تغني من جوع، في وقت كان من الاولى ان تتضافر الجهود لايجاد سبيل لتخليص العالم من هذا الشبح المفزع. اعتقد ان ايضا الولايات المتحده الامريكيه الان في أزمة كبيرة وتحتاج ربما إلى تبادل المعلومات والاستعانة بخبرات الدول الأخرى، وربما هي تحاول الضغط على الصين ربما بهذه التصريحات التي يعني تتهم الصين أنها لديها بعض المعلومات حتى تفصح الصين عما لديها. ولكن أعتقد أن الصين أيضا لديها شفافية كبيرة جدا وتساعد كل الدول التي تطلب المساعدة، وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة الصين عليها أن تطلب هذا صراحة بعيدا عن هذه التصريحات الاستفزازية. وبالتالي نحن في لحظة يعني أعتقد أن هي تحتاج إلى البعد عن هذه المشاحنات السياسية واللجوء إلى التفاهم لإنقاذ الإنسانية. نعم، أشكرك الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الدولية.